عندي 17 سنة، في التوحد تمشيش مدرسة، ولكن كنتعلم بوحدي في مشروع ديالي، وكنرسم في الطابلات والبيسي، وكنطبعهم في التيشيرت وليموغ والكوسان والسكان وكل شيء الحوايج. هاد العام درت هادشي جديد ورسمت على فخار ب 15 درهم و 20 درهم. مرحبا بكم في المشروع ديالي، باي باي. السلام عليكم، معكم عبد الجليل، استاذ ديال الرسم ومصمم جرافيكي. بالنسبه لايا الصوفي، هي واحد التلميذه يعني من التلاميذ الاولين عندي. بالنسبه للتجربه ديالي مع ايا في مجال تعليم ديال الرسم، اول حاجه هي كانت كتمارس المجال ديال الفنون الرقميه يعني قبل من جي يعني نبدا معاه في الدروس، يعني لقيتها يعني واخده واحد شويه الاساسيات، وهذا امر رائع جدا. ثاني حاجه هو انها كتبحث بوحدها، يعني فاش كنتي مثلا نعطيها شي درس ولا شي تمرين كنلقاها ديجا فاهمه، يعني حاولت ناثرها في بزاف الحوايج لقيتها يعني واخده تبارك الله. من ناحيه اخرى هو اللغه الانجليزيه عندها كتسهل عليها انها البحث الذاتي، يعني كتقلب وكتبحث بوحدها. هادشي علاش هاد السنه عاوتاني حاولنا يعني من غير الفنون الرقميه حاولنا نخرجوها من الكونفورت زون، من منطقه الراحه، وندخلوها عاوتاني العالم ديال التشكيل شويه اولا الصناعه التقليديه. داكشي علاش درنا هاد السنه واحد تجربه جديده على مجال الخزف. حاولنا نشجعوها ترسم واحد ليزيلستراسيون مثلا في لي بيجون ديال الخزف كيف ما كتشوفوهم، ديال مثلا هاد لي زوبجي اللي كتشوفوهم. وكانت تجربه يعني ناجحه، يعني كاول تجربه ديالها، يعني تفاجئنا تاعنا صراحه اول مره كترسم على الخزف، كانت يعني النتيجه يعني زوينه. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.